السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، سؤال يطرح: ماذا يفعل من صام في بلد ثم سافر إلى بلده ووجد بأنهم مفطرين؟ هذا السؤال يطرح على من هو كثير السفر. قد يكون شخص في بلاد عربية مجاورة صاموا قبل المغرب بيوم، أو في أوروبا إسبانيا وفرنسا صاموا قبل المغرب بيوم، ثم بعد ذلك رجع إلى وطنه المغرب. فإذا جاء عيد الفطر، مع من يفطر؟ هل يفطر مع البلد الذي صام معه أولا، أم يفطر مع بلده؟ الجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فالإنسان يصوم يوم صومه ويفطر يوم فطره. فيصوم مع أهل بلده. إذا كانوا صاموا أكثر من 30 يوما، قد يكون 30 زائد واحد لا بأس بذلك، لكنه لا يصوم 29 يوما. فمثلا في شخص كان في إسبانيا فصام مع إسبانيا ثم جاء إلى المغرب، يوم عيد الفطر المسلمون في إسبانيا في أوروبا أفطروا، ولكن في المغرب صائمين، ماذا يفعل؟ يتبع منهج بلده، يصوم مع بلده حتى يكمل العدة 30، حتى ولو زاد 31، فالأصل أنه يكون مع قومه ومع أهل بلده. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.